سرعة انه طبعا يتأقلم مع اللعيبة المصرية ويشوف ده. طبعا أجاية احنا إصابة شفنا بتاعته، للاسف كوليبالي شايله شفنا دخل كاليبالي بيه قاعد معاه في الاسانسير. كوليبالي قاعد معاه في الأوضة، جاب الجون، وده كان الجايزة بتاعته انه يشيل نجم من نجوم المباراة. برضه حاجة جميلة جدا، روح حلوة اللي هي بين لعيبة. ده التوفيق اللي قال عليه كابتن ربيع، ان ربنا لما بيحب حد بيوفقه طبعا. واللعيبة بصراحة النهاردة ما بخلتش على الملعب اللي هو السيء ده بأي مجهود الحقيقة، طول عمر والمكسب حلو، طول عمر اللعيبه كده. والمكسب حلو. بيشوف شوف الحنان دي والحب حقيقة. والإشادة بالأجهزة الفنية في وسط بعض، وإنك بتحوط على بعض كده، والروح اللي هي بتوصلك دايما في مكانتك الطبيعية أو المكانة المتميزة اللي أنت لازم تبقى موجود فيها 7 نقاط وتكسب.